بهذا الفيديو حنحكي عن البروبريتي فيزيك للالدهيد والسيتون. هاي موجودة عندكم بالكتاب. دونك اول شيء عم بقول لي الالدهيد والسيتون سون دي ليكيد او دي سوليد على تمبيراتير امبيونت. بشكل عام هن او ليكيد حنلاقيهم او سوليد، يعني قليل ما نلاقي منهم شيء غاز مثلا. حطلنا بهيدا التابلو للالدهيد والسيتون البوان دو بوليسيون والسوليبيليتي. شو يعني بوان دو بوليسيون؟ درجة الغليان، يعني انا قد ايه بدي احطهم على النار ليغلوا ليبلشوا يتحولوا لغاز، اذا هن ليكيد ليصيروا غاز. مثلا الميثانول على موان 20، الايثانول على 20، البروبانال 49، بيتانال 76، البانتانال 103 128. لاحظوا من الميثانول يعني هون عندنا كربون واحد، هون اثنين كربون، ثلاثة أربعة خمسة، يعني لما يكون عدد الكربون عم يكبر بقلب الشان بصير التمبيراتور دو بليسون اوغمونت، يعني بصير انا بدي درجة حرارة أعلى كرمال أقدر أغليهم. طيب هل الشيء نفسه للسيتون؟ هون بالسيتون قلنا أكيد ببلش بالـ N إيكال 3 مش قبل، لأنه ما في يكون كربون بالنص حوالي 2 كربون إلا مينيموم 3. دونك لاحظوا هون أخذوا البروبانون مثلا، بروبان، بيتان، بونتان، هلا هون اثنيناتهم بونتان، إكزان، يعني كمان هون 56 80 102. لاحظوا لورسكي لي نومبر دو كربون أوغمونت من هون ونزول، البوان دو بليسيون كمان أوغمونت، يعني كل ما زادت كل ما عم بتكون عم بتزيد عدد الكربون كل ما أنا بدي درجة حرارة أعلى. طيب شو بالنسبة للسوليبيليتي؟ السوليبيليتي يعني قديه هو بدوب بقلب المي. عادة لنرجع بس شوي للمقطع اللي هون عم بيقول لي لير بوان دو بليسيون سيلاف جينيرالمون لورسكو لو ماس مولار اوغمونت. شيء طبيعي، كل ما زاد الماس مولار يعني كل ما زاد عدد الكربون كل ما بدها تزيد البوان دو بليسيون. هلا هاي وين بتفيدكم بالامتحان؟ اذا جاب لكم ميثانول مثلا، وحده ميثانول وحده بيتانول، وعطاكم اثنين تمبيراتير موان 20 موان 76 وقال لكم وصلوا لكل وحده للثانيه، اكيد بقول له لورسكو لو ماس مولار اوغمونت البوان دو بليسيون اوغمونت، يعني الصغيره اللي فيها ماس مولار اصغر بدها تاخذ البوان دو بليسيون الصغيره. بالنسبه لل سوليبيليتي، لي بريمير الديهيد لي بريمير سيتون سون تري سوليبل دون لو، يعني بدوبوا كثير بقلب المي، مثل اذا حطيت شويه ملح بالمي بدوب كثير بالمي. الالديهيد والسيتون اللي هن الصغار بدوبوا كثير، ليه؟ لانهم صغار. Cette solubilité diminue toutefois rapidement lorsque les chaînes carbonées augmentent. كل ما زاد عدد الكربون كل ما بطلوا قادرين يذوبوا بالمي، ليه؟ لانه الكربون بطبيعته ما بيحب المي، هو هيدروفوب. دونك لاحظوا انه بالاساس مثلا الميثانول تري سوليبل، ايثانول انفيني، يعني كميه قد ما بدكم فيكم تذوبوا. البروبانول 160 غرام، يعني فيني ذوب 160 غرام من البروبانول بقلب 1 كيلوغرام دو. بالبيوتانول فيني 70 غرام فيكم تذوبوا بقلب 1 كيلوغرام. البونتانال والاكزانال قليل ليذوبوا. فلاحظوا لما عدد الكربون بيزيد السوليبيليتي بتقل، عكس هاي، هاي بون دو بليسيون بتزيد، هاي السوليبيليتي بتقل. نفس الشيء للسيتون، شوفوا البروبانون الانفيني قد ما بدكم فيكم تحطوا. البيتانون مثلا البيتان دو اون لما بيكون في عندي هيدا، لاحظوا انه 256، يعني انا فيني احط 256 جرام من البيتان دو اون بقلب 1 كيلوغرام من الاو. هون بالكتاب حاطين هن البوزيسيون، مع انه هو بيتان وما راح يكون الا على الكربون نمروتي، بس حاطينه. اكيد نحن قلنا فينا نحطها فينا ما نحطها للبيتان، بس بالبونتان اكيد انا لازم احطها. ولاحظوا حتى هون لما بيكونوا ايزومير بتفرق، يعني هون حتى الايزومير فرقت لو شوي بس فرقت معنا. لنشوف شو بعد في عنا بروبريتي. هولي اهم اثنين، انه لورسكي لي نومبر دو كربون اوغمونت، يعني ماس مولار اوغمونت، بوان دو بليسيون اوغمونت، انه الالدهيد والسيتون الصغار هن سوليبل دون لو، بينما كل ما كبروا السوليبيليتي بتقل. ليزالدهيد لي بلي فولاتيل بوسيد ان اودور بيكونت، يعني اللي بيقدروا يطيروا ريحتهم شوي حاده، بينما السيتون ريحتهم لا مقبوله اكثر. سيرتان كومبوزي كربونيلي سون اوتيليزي اون بارفيوميري، بيستخدموا هن أكتر شيء بيستخدموا الأستر، بس بيستخدموا كمان اللي فيهم كربونيل. Les premiers cétons en particulier l'acétone et la butane d'ion sont de très bons solvants organiques. يعني هيدا الأسيتون والبيتان دو اون كتير بيستخدموهم كسولفون أورجانيك. شو يعني سولفون؟ يعني مدوب. نحن المي هو سولفون إنورجانيك، يعني بدوب لي الملح، بدوب الأشياء اللي هي إنورجانيك. بالأورجانيك لأقدر دوبهم بدي شيء أورجانيك، مثلا الفيرنيل اللي هو المناجير هو أورجانيك، لأقدر دوبه بدي ماتير اورجانيك، في بقلبها كربون ما بيدوب بقلب المي، بده سولفون اورجانيك مثل الاسيتون.
وهون مثل ما قلنا هون عم بيقول لي انه الايثانول، هيدا الايثانول انه عنده اودور دي بوم كي دوفيان بيكون ان فور دوز، كل ما كانت كميته عاليه. هيدا بالنسبه للتابلو. دونك اللي بهمنا هن الانفورماسيون جينيرال، بريك سون شيميك موجودين هن بالتيست شيميك، كيف اقدر ميز الكربونيل او الالدهيد من السيتون، وبيعتمد على الليزون اللي موجودين على السي دوبل ليزون. دائما الجروب فونكسيونيل هو اللي بيحكم اي ماتيير لتعمل هي رياكسيون.